حضراتكم من جديد. يعني انضم لي نجوم الاستوديو اللي شرفوني ونوروني ونوروا قناه الاهلي الحكم الدولي السابق الحكم الكبير كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن. مرحبا بحضرتك ومرحبا بكل الساده المشاهدين ومرحب بالناقد الكبير كابتن وليد. منور الدنيا. الله يخليك يا كابتن. ايضا طبعا يعني الناقد الرياضي اللي دايما منورنا ومشرفنا الاستاذ وليد الحديدي. اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن ميدو، سعيد بالتواجد معاكم مع الكابتن ناصر. طبعا ربنا يخليك. يعني بدايه لازم نروح لحكم اللقاء، لقاء الامس بين الاهلي والترجي، ولازم اسمع طبعا وجهه نظر الحكم الدولي الكبير الكابتن ناصر عباس يعني في هذا الحكم، واسئله كثيره جدا نسمع بصفه عامه الحكم الكابتن ناصر عباس شافه ازاي، وبعد كده نسال الاسئله بتاعتنا. تمام. المباراه امبارح انا حللتها تقريبا في الموقع السابع لها، وبعدين بنقول انا بقولي طبعا التحكيم في البدايه كابتن ميدو زي ما كنت لعيب كبير، التحكيم له دور كبير جدا جدا أكيد. في المباراه، وقلنا دايما هقول حاجه مهمه جدا، احنا البطوله العربيه احنا لعبناها في مصر نجحت تنظيميا وفشلت تحكيميا. انا معاك. اذا التحكيم هو اللي دور كبير جدا جدا في نجاح المنظومه او فشلها. اكيد. نروح للحكم عشان ما نضيعش وقت للحكم امبارح السنغالي. يمكن حضرتك قلت لي هو ماشي كويس، كان ماشي كويس. لا خلينا نتكلم بقى تحكيم، يعني نتكلم تحكيم. اكيد انا مش زي ما حضرتك. انا عندي في الدقيقه 10 دقيقه 10 من الشوط الاول هو احتسب ركله جزاء لصالح وليد ازار. ادى فيها البطاقه الصفراء. طبعا الكلام اللي بقوله ده هو كلام لو احنا جبنا حكم درجه ثالثه او ثانيه او اولى من عندنا في مصر كان حسب ركله جزاء وكان ادى الحمراء على طول. مفيش فيها هزار. هقول ليه يا كابتن وليد؟ يا كابتن ميدو احنا بنتكلم في انفراد، لما هو انفرد بالمرمى في حاجه اسمها منع فرصه محققه لحارس الهدف. بالظبط. لما يكون لاعب منفرد بحارس المرمى وبعدين بيتم ده منفرد كمان في قلب ال 18 برافو عليك، يبقى انا عندي في حاجه اسمها الاعتبارات. ايه الاعتبارات؟ الاعتبارات اللي انا على اساسها بطرد او بدي الصفرة. يعني هل الاعتبارات موجوده متوفره؟ انا عندي اعتبارات في اللعبه دي. زي ما حضرتك قلت وليد ازار رايح مواجه للمرمى، مش متطرف بقى لناحيه اليمين ولا متطرف ناحيه الشمال. احنا قلنا لو بيبقى متطرف بيبقى عنده لسه امكانيه هيلم وهيسند وهيخش تاني. الراجل ده مواجه، يبقى الاتجاه العام كان العنصر ده كان موجود. ادي واحد. العنصر الثاني المسافه كابتن وليد كابتن ميدو من خط 18 لحارس المرمى تسمح له ان هو كان عنده امكانيه ان هو يحرز. بالزبط. يعني مش هوش جاي من نص الملعب، المسافه من الخطا للمرمى. بالظبط، من المسافه من المخالفه اللي حدثت للمرمى. ادي ثاني عنصر. العنصر الثالث بنتكلم على تمركز المدافعين، وتمركز المدافعين هنا حضرتك شفته امبارح مدافعين بعيد خالص عليه وما كانش حد قريب خالص ان هو يقدر ان هو بعد ما يعدي يروح. بالزبط. اخر عامل اللي بنتكلم فيه السيطره. الراجل ده كان مسيطر ولا مش مسيطر؟ مسيطر. بس يبقى انا عندي اربع عوامل موجودين. هنا بنقول للحكم دايما لما بيكون في العوامل المتوفره في اللعبه لابد انك انت تدي الحمراء على طول، لان هذه المخالفه تم ارتكابها بايه؟ ما كانش هناك في تنافس على اللعبه. في فرق لما يبقى في التعديل الجديد، لما يبقى في تنافس يعني ايه؟ بتحاول المدافع يلعب وبعدين بيرتكب ركله جزاء. احنا قلنا العقوبه الثلاثيه، فهنا يكون قال لك بلاش ايه، طالما بتنافس ما تدوش حمراء. انما الراجل ده عمل ايه؟ دفع من الخلف، ما كانش فيه تنافس، وبالتالي هنا الدفع كان واضح وركله الجزاء كانت واضحه. ولكن هو للاسف الشديد ما طردش، وده اللي انا بقوله هو عمل حسابات. لا انا المفروض الحكم ما تعملش حسابات للعبه، وكان يجب انك تطرد هذا اللاعب. طب يا كابتن ناصر عشان انا هكلمك دي البدايه، هكلمك بلسان الحكم. خلينا في يعني الزوريد لو عايز تتدخل معانا اتفضل. انا هكلمك بلسان الحكم. يعني ان هو اللعيب وليد ازارو استغل ذكائه في فرض الخطا على الخصم. تمام. هل دي ممكن تخفف العقوبه شويه؟ خالص. يعني الخصم مش داخل عشان يعمل الخطا، هو وليد ازارو من ذكائه ان هو راح قاطم لجوه عشان يجبر الخصم ان هو يزق يدافع معاه. حضرتك كنت فرد ما شاء الله عليك وحكمت لك كتير. اكيد. لا خليني اقول لك على حاجه، في حاجه اسمها اهمال. اللاعب هنا ايه؟ لعب باهمال. تمام. انا كحكم ماليش علاقه بقى هو لعب باهمال، عمل عرقله، عمل اي حاجه. عشان بس هو المخالفه كانت موجوده كابتن وليد. يعني هو ارتكب المخالفه والقانون واضح جدا، الدفع خارج منطقه الجزاء بيقول ركله حره مباشره، داخل منطقه الجزاء ركله جزاء. تمام. اذا هنا المخالفه انا مش علاقه بيها ايا كانت المخالفه. انا بقول هنا ما كانش في تنافس. ايه هو التنافس يا كابتن وليد؟ ان اللاعب ما كانش بيلعب على الكوره. يعني هو في الدفع في لعب على الكوره؟ لا، لعب الكوره ان انا بحاول العبها مثلا وبعدين بعمل عرقله للاعب بيحصل فيه مخالفه، انما هنا كانت الدفع موجود. وزي ما حضرتك دي ما فيش فيها كلام يا كابتن ميدو، انا بتكلم في القانون. دي يعني انت في قرارات كابتن ميدو انت بتاخدها وانت مطمن ومرتاح نفسيا. بالظبط. هو ركله جزاء واضحه بتبقى انت رايح تحسبها وانت مبسوط. بالزبط. وفرحان. بالزبط. انما دي طبعا انا بقول هنا نقطه التحول
في دقيقه 10. حتى اللعيبه كابتن ناصر انا باكد كلامك، اللعيب نفسه بتاع الرجاء لما خد الكارت الاصفر اللي هو الحمد لله منتصر الطلبي هو عارف ان هو ياخد ركله جزاء ياخد الحمد لله. عارف كابتن مشكلتنا ايه؟ ان ممكن اللعيب عارف كويس قوي والجهاز الفني عارف والحكم هنا عمل حسابات او الحكم قال لك لسه بدري في دقيقه 10. لا خلي بالك انا مش راكب الكلام ده، هو انا اللي اخطات ولا 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 اللاعب بالظبط؟ انا ماليش دي دي نمره واحد، دي نمره واحد. هو طبعا في دقيقه 10 هنا طبعا ما طردش ودي كانت نقطه. انت بتتكلم في فرقه ممكن تلعب 10 في بدايه الشوط الاولاني 80 دقيقة. خلي بالك الترجي في الشوط الثاني كابتن ميدو وكابتن وليد طبعا من الدقيقه متهيألي 60 وقع يعني وقع يعني بدنيا الناس وقعت. فبتتكلم فرقه بتلعب 10 بدقيقه 10 طبعا ده طبعا دي كانت نقطه تحول، بالاضافه طبعا حاجات كثيره جدا في المباراه اللي هي هنتكلم فيها لو في عندنا الحالات موجوده هنتكلم فيها بشكل كبير. الحكام المساعدين طبعا الحكام المساعدين طبعا حاجه طبعا لا تتخيل يا كابتن، ده يعني بتتكلم في الشوط الاولاني دوت. انا ده انا بصراحه امبارح وانا قاعد ده انا مش انا بقطع الحالات بسجل الحالات كلها وبقطعها عشان ما اصيبش حكم مساعد بعد ما بتخلص الحاله باخدها اشوفها تاني وتالت. لا يا كابتن ده ولا تمركز صح ولا تركيز ولا ربط ولا ربط لحظه اللعب والموقف. الراجل عمال يرفع اللي هي تترفع عليها ما يرفعش واللي هي المفروض ما ترفعش ترفع. يعني عندنا في الدقيقه 23 جونيور رايح من ناحيه الشمال ما فيش فيها هزار خالص دي، والراجل متغطي مثلا ب 3 4 يارده رفع عليه تسلل الانفراد وكان معاه حد كمان اعتقد بالظبط كده. في الدقيقه 80 وليد ازارو من ناحيه اليمين مساعد رقم 2 راجل مستلم ومتغطي المدافع ومعمول عرضيه لعماد متعب جون راح رفع تسلل. لا امبارح كانت في اخطاء كابتن اثرت في نتيجه المباراه كابتن ميدو، وبنقول لا لابد ان يكون في وقفه لان النهارده انت بتضيع مجهود فرقه، فرقه بتصرف كتير، فرقه ماشيه مشوار كويس قوي قوي. لا المفروض يكون حكم على مستوى كابتن ولي طبعًا. كابتن ميدو ليه؟ لان النهارده انت بتضيع مجهود فرقه، امبارح فرقه اجتهدت مجهود نادي وفرقه صرفت. بنقول التحكيم كابتن ميدو انا بس باختصار انا في الوقت ضيق، لا التحكيم المفروض الناس تبص في اختيارات الحكم يعني تعيين الحكم ده مهم جدا كابتن. انا اروح للاستاذ وليد وارجع لك انا كابتن كابتن ناصر عشان اسالك اقول لك يعني ليه بيعملوا كده ليه وايه الهدف وهل هم قاصدين او مش قاصدين برضو، اديني رايك في التحكيم عموما. والله هو ده نفس السؤال اللي كنت عايز اساله لكابتن ناصر الحقيقه. يعني الاتحاد الافريقي عارف ان اهم مباراه في دور الثمانيه هي مباراه الاهلي والترجي، وهم المرشح الاول والثاني لحصد اللقب، وكل الاعين هتبقى على المباراه دي، وهو ديربي افريقيا اعلاميا وجماهيريا وتسويقيا، ويعني هي ابرز مباراه في دوري ابطال افريقيا السنه دي. ازاي الاتحاد الافريقي ولجنه الحكام فيها كابتن ناصر تعين الطاقم ده؟ يعني مش لازم يكون في تاريخ بيدرسوا تاريخ الحكام المساعدين وحكم الساحه، ولازم يكون في خبرات سابقه وتحليل لادائهم قبل كده علشان الاخطاء اللي زي كده هم عارفين ان الاخطاء دي هيبقى عليها السبوت، يعني عارفين ان كل الاستديوهات التحليليه مش عندنا بس ولا في تونس بس، كل افريقيا متابعه المباراه وبتتكلم في الاخطاء بالزبط. فازاي هم يعني يجازفوا بسمعه الحكام الافارقه يا كابتن ميدو؟ ده السؤال اللي كنت اساله للكابتن ناصر. فده شيء غريب برضه وجهه نظرك انت في الحكم وبرضه المساعدين. هو طبعا انا لا يفتى ومالك في المدينه، انا متفق طبعا معاه جدا. كلنا لاحظنا امبارح ان الحكم من الدقيقه من ساعه ركله الجزاء بتاعه النادي الاهلي والقرار اللي كان ممكن يغير مسار المباراه، ملاحظه قالها كابتن ناصر مهمه جدا، ان الترجي وقع بدنيا في الشوط الثاني، والترجي لعيبه الترجي منهكه مع منتخب تونس ومنهكه في الدوري، وكان كلنا كنا متوقعين ان هيبقى في مشاكل بدنيه الفريق الترجي في الشوط الثاني. فتخيل ان انت فرقه بتلعبها من دقيقه 10 متاخره 1-0 و10 لاعبين، فرقه بخبرات النادي الاهلي كان ممكن تعمل نتيجه تاريخيه في المباراه دي. فكده الحكم بالشكل ده بالخطا الفج الواضح ده، يعني هو مش خطا تقديري لان ما فيش تقدير في زي ما شرح كابتن ناصر، الموضوع ما فيهوش تقدير، ده كل بنود القانون بتنطبق على اللعب. فاذا الخطا غير مسار المباراه بالاضافه لاخطاء ثانيه. خلينا نقول ان الخطا ده وارد شويه، خلينا نقول ان هو وارد شويه ممكن وخلينا نقول ان احنا يعني هنتكلم عن مباراه فنيا بقى، يعني ازاي الاهلي ما قدرش برضو ان هو وصل كتير قوي لكن في فرص ضاعت كتير قوي. هنتكلم فنيا بس بعد ما اعرف كابتن ناصر، انا لا يهمني اكيد يهم كل المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا، ليه بيختاروا على اساس ايه؟ بيقيموا على اساس ايه؟ حكم زي ده لما يغير نتيجه ماتش كده بالطريقه دي، سيبك من الطرد، يعني سيبنا من الطرد هنقول خلاص احنا حكينا في حاجه ثانيه بقى. اتفضل هتكلم. اتفضل. طيب في حاجه مهمه جدا كابتن ميدو، وانت يمكن عشرتها شفتها ولعبت في افريقيا، موضوع مهم جدا موضوع اضاعه الوقت. خلي بالك اكيد طبعا انت بتتكلم امبارح، انت لعبت كام دقيقه امبارح؟ لو حسابيه لعبت كام دقيقه من ال 90؟ احنا بنتكلم بالحل الفني بقى اهو. حتى كمان احنا ما عندناش ثقافه ازاي نضيع وقت، احنا كلاعبين مصريين ما عندناش ثقافه. تبقى انت كسبان 1-0 ومضغوط وتعبان جدا مش عارف تاخد نفسك، مش عارف امتى تهدي وتستغل القانون. يعني المفروض ان النهارده كمدير فني بقعد
بشرح للعيبتي. بس انت 1-0 يا كابتن ناصر، انا هرد عليك برضو بلسان اللعيب ولسان الكابتن حسام بدري. 1-0 عايز تجيب الجول التاني. لا انا ما بتكلمش على المباراه دي بصفه خاصه، انا بتكلم بصفه عامه. بصفه عامه هم ازاي عندهم شمال افريقيا عندهم الثقافه ازاي لما يبقى كسبان وبعدين ما ياخدش انذار يا كابتن ميدو؟ استحاله ياخد انذار. ليه؟ هو بيستغل القانون. ليه؟ بيبقى في واحد بيحاضر بيقول له امتى تقع، امتى الحارس يقع، امتى تقع امتى، وبالتالي الحكم ما يقدرش يجي جنبك. يعني بتتكلم حارس مرمى النهارده لما بيبقى بيتعالج ما حدش يقدر بتوقف اللعب، يقدر يلمسه. فانت النهارده تاخد وقتك، يعني مثلا النهارده انت مجهد، انت كلاعب مثلا عملت مشوارين ثلاثه وانت عارف فتعبت ومضغوط، فانت محتاج تاخد نفسك او تنظم دفاعاتك او تنظم خطوطك، فمحتاج مثلا دقيقه يا كابتن وليد على الاقل الماتش يهدى او الماتش يقف. بالظبط بالظبط. الكلام ده المفروض احنا بنعمله ما بنعرفش نعمله. امبارح الناس عملت الكلام ده كابتن، امبارح ده هو الحكم امبارح ساعد على اضاعه الوقت. انت متخيل لما الحكم النهارده يحتسب مخالفه، طيب استئنافها مثلا على الاقل بحسب بعد ال 10 يارده بوقف الحيطه على طول. لما ده النهارده الحكم بيحسب المخالفه وهو اللي بيضيع وقت، يعني هو كحكم بيضيع وقت عقبال ما بيعد ال 10 يارده وبعدين بيوقف الحيطه وبعدين بيروح مكلم اللعيبه وبعدين يقعد يحكي مع اللاعب، ده انت كده همتني. يعني هتخليه بقى يعني فرضت عليا سؤال، الحكم ده ممكن يكون فعلا قاصد يعني؟ لا خالص، لا لا عشان بس نكون واضح. بص انا عشان برضو يعني هي امكانيات حكم يعني ايه؟ بص في امكان، خلينا نتكلم في شخصيه حكم. لا هو عارف كويس قوي ان هو بيحكم لمين، وعارف كويس هو ده ليه تاريخ. خلي بالك كابتن، ده في اللغه الافريقيه ليه تاريخ، ده كان من مرشح من احسن. بالظبط كده. وبعدين هو زي ما قلت حتى كان شخصيه حكم وازاي ان هو يدير تحت ضغوط. خلي دي مهمه جدا انك انت النهارده كابتن النهارده بتلعب في وسط ضغوط جماهيريه في وسط ماتش كبير، المفروض تبقى انت عامل حسابات للكلام ده. خلي بالك في حاجه مهمه ثانيه كابتن، انت عارف النهارده التحكيم في حاجه مهمه جدا، ده في اوروبا ازاي بيعرف الحكم ازاي يخليه يقرا المباراه. يعني بيجيب الحكام كده ويجيبوا مدير فني محترم ويحكي للحكام مثلا على سبيل المثال النادي الاهلي، يا جماعه النادي الاهلي ده بيلعب مثلا بتكنيك كذا بطرق لعب كذا. طبعا ده جديد بالظبط كده. فانت ابني الاستراتيجيه بتاعتك على تكنيك النادي الاهلي او تكنيك نادي الزمالك، فابتدي انت النهارده انت عندك قراءه اسمها قراءه مستقبليه للمباراه. طيب يعني ايه قراءه مستقبليه؟ يعني النهارده انا عارف المباراه النهارده فيها ايه؟ فيها الترجي بيلعب ايه بطريقه ايه او بيلعب. لو انا ما اعرفهاش من اول ممكن 10 دقائق في المباراه اعرف نتيجه اللعب ونتيجه التحركات هنا وهنا. فدي حاجه اسمها ازاي الحكم يقدر يقرا المباراه. وبالتالي هتفيده في ايه يا كابتن؟ هتفيده، لا بيعلموهم بيعلموهم. هتفيدك في ايه؟ يبقى انا النهارده عندي حاجه اسمها التوقع. يعني مثلا النهارده انا في التلت الدفاعي مثلا موجود كحكم، يبقى عندي قراءه ان انا ممكن تتعمل فاست بريك في التلت الهجومي. بالزبط. امتى انا هروح هناك؟ بالزبط. لان انا لو ما رحتش هناك هبقى بعيد عن الحدث. فبيعلم الحكم ازاي يبقى عنده قراءه، ودي مهمه جدا. وده الجديد حاجه شايفها عنده فكره قبل كده. بالظبط كده، ده الجديد في التحكيم يا كابتن. ازاي النهارده زي ما قلت احنا بنقول للمدربين استفيدوا من القانون. احنا بنستفيد منكم انتوا كمدربين وكخطط. احنا بنستفيد، احنا كحكام بنستفيد يا كابتن وليد على خطط المدربين. يعني مثلا النادي الاسماعيلي بيلعب على فاست بريك هجمه مرتده، بيحضر وبيعمل مثلا واحده ناحيه الشمال وواحده اليمين. لو انت حكم ما عندكش القدره والقراءه، لا ده انت عقبال ما تروح يكون الحدث حصل يعني. طب برضو انا عايزك تجاوب لي على السؤال بتاعي. يعني بيقيموا الحكام ازاي وبيقيموا المساعدين ازاي وازاي بيرشحوهم لمباريات كبيره زي كده؟ شفت احنا قلنا ممكن جت، بص زي ما قلنا الحكم ممكن كويس قوي حكم كويس، بس مش كل حكم بيلعب في نفس الضغوط. يعني عاوز اقول حاجه مهمه جدا، ما انت كنت لاعب كبير بتنزل قدام 60 70 الف متفرج ما بيتخافش. ممكن لاعب يخاف ينزل مثلا لو مش يومه خلاص الماتش هرب منه. نفس الشيء الحكم لما بيلاقي مثلا جمهور، لما بيلاقي ضغوط، لما بيلاقي المباراه كبيره، لما بيلاقي عليها سبوت كبير، فممكن لو حصل له مشكله في البدايه نفس الكلام بالظبط حامل الرايه. بالظبط ما هو لا حامل الرايه النهارده بس الموضوع سهل. التسلل كابتن ميدو في مهم جدا، بنحكي في التسلل كابتن وليد بنقول ايه؟ نمره واحد عشان تجيب الحاله صح لابد يكون في التمركز الصحيح. بالظبط ده اللي هو بتبقى انت مع اخر تاني مدافع دايما ومركز معاه وملوش علاقه خالص بالمباراه. سواء التحركات جانبيه بتبقى انت بتتحرك، لو انت عندك سرعه ارتداد في الهجمه هتروح، بس بتبقى انت مع اخر تاني مدافع. بالزبط. اللي بتحصل مشكله يا كابتن بقى هي لحظه الربط ما بين اللعبه لما بتتلعب والموقف. دي بتروح عن عين الحكم المساعد. يعني ايه؟ ما انت المفروض انت رابط لحظه اللعبه والموقف. دي لو انت ما ربطتش لحظه الكره اللي هيطلع هنا والموقف، انت معايا كابتن ميدو؟ يعني اللي هو لمح الراجل الاخير اللي هو بالظبط. انت بتحاسبه على التسلل امتى؟ ساعه لو الكره ما تطلع من رجل الزميل، اول ما تطلع بنص يارده.
بتشوف اللاعب هل في موقف تسلل ولا فيش. هو ساعات ما بيربطش يعني، هو ممكن يربط متاخر. الحالات كانت واضحه قوي يا كابتن. حالات واضحه. نتيجه ايه؟ مش محتاجه حكم كويس. التمركز يا كابتن، بص يا كابتن ميدو، التمركز احيانا بنعلم حكامنا ازاي تتمركز صح. لو التمركز مثلا ياردة او دوزين شمال او يمين يعكس معاك الحاله. وده اللي حصل امبارح مع المسلسل الاولاني، طبعا عمل اكتر من 6 حالات. جاب 3 حالات صح و3 حالات غلط. ومنهم اللي هي الحاله اللي هي بتاعت جونيور اللي في دقيقه 23، والمساعد الثاني اللي هي بتاعت دي ما فيش فيها هزار، الراجل راح يجيب جون يا جماعه. يعني انا عاوز اقول لحضرتك التحكيم قد ايه يا كابتن ميدو بيؤثر في نتيجه المباراه. وانا شايف امبارح التحكيم كان له دور كبير جدا في نتيجه المباراه. اكيد. يعني يا زوليد شفت المباراه فنيا. انا بس عندي ملاحظتين على التحكيم سريعا. بالنسبه لشخصيه الحكم اللي كابتن نصر اثرها، انا مش عارف، انا عندي اعتقاد او ملاحظه ان في بعض الحكام حتى الاسماء الكبيره، بيكون عندها كده سياسه او فلسفه ان هي بتعتقد ان لما يكون في مباراه بيستضيفها فريق على ارضه، لو كانت قراراته التحكيميه ضد الفريق اللي بيستضيف المباراه بشكل ما، ده بيثبت ان هو حكم ذو شخصيه وحكم ما بيخافش وما بيهابش الجماهير. كده دخلها في ماتش الاهلي والجيش. دي فلسفه. لا هي هي فلسفه عند بعض الحكام الكبير، ان الفريق اللي بيستضيف المباراه على ارضه، احنا دايما عندنا انطباع عن الكره الافريقيه والحكام الافارقه كابتن ناصر انه دايما بيميل لصاحب الارض. ففي بعض الحكام يمكن بتتعمد، انا ما اقدرش طبعا اجزم بده، لكن من خلال ملاحظتي ان هي بتيجي شويه على الفريق مستضيف المباراه علشان يبان ان هي ما بتخافش ولا بتخاف من الضغوط الجماهيريه وعندها شخصيه. الملاحظه الثانيه هي مساعدين الحكام. انا شايف ان الفرق البارز اللي مخلي التحكيم الاوروبي مميز عن التحكيم المحلي والتحكيم الافريقي هو مستوى المساعدين. يعني هناك المساعد في الدوريات الاوروبيه وفي البطولات الاوروبيه بيظبط حته التسلل بشكل مذهل. احنا عندنا في ديفو في المنطقه دي او في النقطه دي تحديدا بشكل كبير، بيخرج في الاخر المباراه مليئه باخطاء تحكيميه بيكون المساعدين الى حد كبير هم سبب فيها. فانا شايف ان رفع مستوى ده محليا وافريقيا، مش بس افريقيا. يعني حتى عندنا في الدوري المحلي برضو المساعدين انا ملاحظ ان عندهم مشاكل كتير جدا بتخلي تصب في النهايه ان يطلع المباراه فيها اخطاء تحكيميه مأثره على نتيجتها. هو احنا ليه مش مربيين حكم المرمى، الحكم اللي بيبقى جنب الحكم الخامس الاضافي؟ شوف يا كابتن، احنا قلنا دي امكانيات، واعتقد هم لجنه الحكام خدت قرار بان هي هتبتدي تضيف الحكم الخامس من الجوله الرابعه تقريبا يعني. فدي طبعا الحكام اتمرنت عليها في الموسم اللي هو اللي فات، وفي فتره الاعداد اللي فاتت ديت اتعمل الحكم الخامس والسادس اللي هم الحكمين الاضافيين. بالظبط. ودي اكيد هتساعد طبعا. خلي بالك دي هتساعد وتقنيه الفيديو هتساعد، بس انا بكلم تقنيه الفيديو محتاجه امكانيات كبيره جدا جدا. عارف يعني النهارده بتكلم في تقنيه الفيديو كابتن وليد، توت اوروبا النهارده لما استعانت بشركه فرنسيه كابتن ميدو. الشركه الفرنسيه دي شركه تقنيه. انت متخيل المباراه كانت ب 26 كاميرا. 26 كاميرا. احنا بقى عندنا 6 كاميرات. طب مين اللي قاعد في الـ في الـ في البنج اللي هو بتاع الحكام الفيديو؟ اولا هم جابوا الحكام الفيديو قبل البطوله باسبوع. ضربوهم ازاي يعملوا التعاون ما بينهم وبين الحكام داخل الميدان. طيب كان مين اللي قاعد في المقصوره اللي هي بتاعه الفيديو؟ كان بيبقى فيه 3 حكام فيديو، 3 حكام دوليين كبار ومعاهم 2 تقنيين اللي هم الخمسه اللي بيقعدوا لما بتبقى في حاجه شك كابتن وليد فيها، اللي التقني هو اللي بيعيد، مش بيستنى اعاده المخرج ولا المخرج عاد، لا خلاص الكلام ده مش موجود. لكن تقنيه الفيديو كلها بنتكلم في ايه النهارده؟ بنتكلم في تقنيه عاليه جدا، بنتكلم في كاميرات موجوده، بنتكلم في امكانيات، فدي هتبقى صعبه جدا احنا ممكن نطبقها في مصر. ولكن بنتكلم في الحكم الخامس والسادس، لا ديت المتاحه ليه؟ لان هم اتدربوا عليها هنا قبل الموسم، وهتبقى هتساعد، يعني هتساعد في بعض القرارات اللي هي خاصه اللي هي داخل منطقه الجزاء، اللي هي احيانا الحكم يبقى كابتن ميدو بيبقى في التلت الدفاعي وبتعمل ناحيه التلت الهجومي. الحكم دوت بيبقى قريب جدا من منطقه الجزاء، يقدر النهارده يوضح للحكم في الكوميونيكيشن سيستم لو في مخالفه، لمسه يد، لو في ركله جزاء، يعني هتساعد الحكام في اتخاذ القرارات الصحيحه. اللاين مان هيركز في جزء معين. بالظبط. يعني مهمه جدا. مهمه جدا. انت اتكلمت مهمه جدا. عارف كمان يا كابتن ميدو انت بتقول حاجه مهمه جدا، ما هو المساعد برضك الله يكون في عونه. يعني النهارده انت ما بين ضبط التسلل، ودي صعبه جدا، محتاجه تركيز طول المباراه وسرعه الجو اللي احنا فيه. بالظبط كده. يعني انت بتعمل مثلا، يعني النهارده اللاعب مثلا بيروح رايح معموله مره واحده وسبرنت ورايح. بالزبط. طب انت المفروض كحكم مساعد يبقى انت عندك القدره، حاجه اسمها السرعه اللي هي المتفجره، اللي هي بتبقى اقصى سرعه وسبرنت عشان تقدر تواكب الحدث. ممكن الكره تيجي في العارضه وتنزل جون او مش جون، دي بتاعتك انت كحكم مساعد. بس انت هتريح المساعد النهارده، انت حاجه جميله جدا في اتخاذ الكرات سواء جون او مش جون، دي بتاعت الحكم
الاضافي. الحاجه الثانيه لو في النهارده مثلا لمسه يد، لو في ركله جزاء، لو في الحكم الاضافي بيساعد الحكم فانت هتخفف الضغوط على الحكم المساعد، نخليه بس يركز في ضبط حالات التسلل ويبقى عنده الامكانيه ان هو يعطي الاخطاء اللي هي القريبه منه اللي بتبقى قريبه منه ممكن يدي فيها القرارات، ونسيب القرارات الثانيه للحكم الخامس. اكيد يعني عايز وجهه نظرك الفنيه بسرعه في ماتش امبارح عشان نروح برضه نسمع راي كابتن ناصر في الاهلي والجيش. يعني هو مبدئيا مباراه الاهلي والترجي هو نهائي مبكر للبطوله، لازم الناس تبقى فاهمه ان اي فائز او صاعد عن هذه المباراه ده مش مفاجاه، سواء الاهلي صعد سواء الترجي صعد، هم اقوى فريقين في افريقيا حاليا، والصاعد هو المرشح الابرز للفوز باللقب، فده دي قاعده لازم كل الناس تفهمها ولازم نبني عليها كلام. انا شايف ان تعادل الاهلي امبارح او عدم خروجه بفوز هو كان يستحقه، يعني كان في مسؤوليه فنيه على الجهاز الفني وكان في مسؤوليه فرديه على اللاعبين. بالنسبه لمسؤوليه الجهاز الفني اللي انا شايفها، كابتن حسام البدري والجهاز الفني درسوا فريق الترجي وده كان واضح من سيستم لعب النادي الاهلي، لكن في المباراه لعبوا على نقاط ضعف الترجي لكن ما حاولوش يتجنبوا نقاط قوه الترجي، يعني هم ركزوا في نقطه معينه نقاط ضعف الترجي اللي نقدر نلعب عليها واللي نقدر من خلالها نحرز اهداف. ازاي؟ يعني كابتن حسام البدري قرر ان هو يضغط على اظهره الجنب. احنا كنا اتكلمنا في حلقه سابقه واحنا بنحلل ماتش الترجي او بنقدمه يعني، واتكلمنا ان اظهره الجنب الفريق الترجي خليل شمام وايهاب المباركي بيتقدموا، خصوصا خليل شمام بيسيب وراه مساحه دفاعيا ضعيف، سهل جدا ان انت بجناح لو لعبت من تحتيه هتقدر تشكل خطوره. كمان ظاهري القلب بتوع الترجي قلنا ان الضغط عليهم بيخليهم يغلطوا وممكن يباصوا باصات غلط وممكن من خلالها تحرز اهداف، ده اللي حصل بالظبط في اول 10 دقائق ربع ساعه من المباراه. النادي الاهلي نازل ضاغط، نازل بيلعب بثلاثه تحت راس الحربة وليد ازارو، اجاي تحت المباركي، واحمد الشيخ تحت خليل شمام، وعبد الله السعيد تحت المهاجم اللي هو وليد ازارو. كان في ضغط، وليد ازارو وعبد الله السعيد كانوا بيضغطوا على قلبي الدفاع، واجاي واحمد الشيخ في الاجنحه ثابتين بيستلموا كل كره، خصوصا احمد الشيخ هو لعب على خليل شمام بشكل كبير جدا. ده خلى شكل الاهلي جيد او رائع في بدايه المباراه. كان ضاغط، ضيع فرص، كل معظم اللعبه كان بيروح على احمد الشيخ، في كذا فرصه الاهلي اضحى ضربه الجزاء طبعا، فكان بدايه مثاليه للنادي الاهلي. لكن نيجي بقى للمشكله اللي كان لازم النادي الاهلي يعمل حسابها، اللي هي نقطه قوه الترجي. احنا قلنا ان الترجي عنده ثلاثي في وسط الملعب، ثلاثي قوي جدا، وهم دول محور لعب الفريق وهم دول قلب الفريق اللي بيقدروا ينقلوا الكوره من منطقه الوسط ومنطقه الدفاع للثلاثي الخطير المهاجم. جه كمان فوزي البنزاتي زود لاعب رابع اللي هو فرانكوم، فعمل لك زي ستار حديدي في وسط الملعب، عمل وسط ملعب قوي جدا، كوليبالي والشعلالي وساسي وفرانكوم. فاذا الازمه اللي كان الاهلي المفترض هيواجهها مع نص ملعب الترجي زادت كمان. فاحنا كنا اتكلمنا ان عبد الله السعيد، ليه احنا كنا بنحبين ان صالح جمعه يكون موجود مع عبد الله السعيد من قبل المباراه واتكلمنا في ده، لان عبد الله السعيد صعب جدا عليه انه يقوم، صعب جدا بدنيا وصعب جدا ذهنيا انه يقوم بدوره الهجومي بشكل مميز بنسبه 100% مع وليد ازارو قدام، وفي نفس الوقت يبقى مطلوب منه كمان يرجع مع عمرو السوليه وحسام عاشور يعمل زياده عدديه في وسط الملعب عشان يواجه قوه الترجي او يواجه خط وسط ملعب الترجي. انا اختلف معاك في النقطه دي، انا اختلف معاك. انا بقى محفظ اللعيبه، واعتقد ان الكابتن حسام بدري محفظ اللعيبه، يعني 4-2-3-1، انا 4-2-3-1 يعني الثلاثه اللي تحت الراس حربه بالراس حربه بيرجعوا في نص الملعب بيرتدوا، وده اللي بنشوفه في اوروبا وليد، بيرجعوا بيعملوا واجب الهجوم على اكمل ما يكون، وبيعملوا واجب الدفاع على اكمل ما يكون عشان يبقى عندك خمسة في نص الملعب ان ما كانش ستة في نص الملعب. انا متفق معاك، ده نظريا صحيح 100%. ممكن تقول ان حالة عبد الله السعيد عمليا لا تسمح له ان هو يعمل عمليا الدولة. انت طيب. نظريا هي دي فعلا الخطة، هو الطبيعي ان كان يعمل عبد الله السعيد يعمل كده، يعني ده الطبيعي انه كان يقدر يعمل كده، لكن بدراسة حالة النادي الاهلي وحالة الانهاك اللي فيها لعيبة النادي الاهلي، ولعيبة النادي الاهلي بيلعبوا مع المنتخب وبيلعبوا مع النادي وخارجين موسم وثلاثة، فكان فكان وجود صالح مع كان هيساعد عبد الله السعيد كان هيساعد عبد الله السعيد انه يعمل الدورين بشكل يريحه، وفي نفس الوقت صالح كان يقدر، صالح من اذكى لاعبي مصر ومن احرف لاعبي مصر، كان يقدر يقوم بدور الجناح ويقدر يقوم بدور البلاي ميكر بالتنسيق مع عبد الله السعيد. صالح بيعمل الحاله الدفاعيه في المباريات الاخيره في الدوري على احسن طبعا من طبعا يعني هو عايز من احسن لاعبي مصر، يرجع هو في الحاله دي، هو اوريدي في حالته الحاليه من احسن لاعبي مصر، ده ما كانش افضل. انت شايف الترجي كان فريق خطير ولا احنا افورنا الكلام عليه؟ يعني انا شايف الاهلي كان مستحوذ وكان ضاغط وجاب هدف، والهدف داخل في الاهلي يعني هدف ما كانش الاجواء العامه بتقول ان الاهلي هيدخل فيه جون،
فجي في جون، الجون الثاني طبعا اللي دخل ما يدخلش اصلا. ويعني شايف ان الترجي كان خصم صعب قوي، الترجي زي ما الناس كانت متخيله. الترجي كان نازل المباراه مرعوب من النادي الاهلي، وده برده انا قلته قبل الماتش بدقائق، كان نازل مرعوب من اول مره فوز البنزرتي يغير خطته ويلعب اربعه في وسط الملعب وبيلعب باربعه اربعه واحد واحد، اول مره غير خطته، هو راجل بيلعب بشكل ثابت وبشكل مستقر مفيش اي تغيير، كون انه ينزل لك كمان مدافع في وسط الملعب ده معناه انه نازل خايف منك. بالظبط حاله اول 10 دقائق ربع ساعه معناه انه خايف منك، اللعيبه مش عارفين يسلموا كوره، كل ضغطه للنادي الاهلي بيقطع كوره وبيشكل هجم، انفرادات وضرب الجزاء وشكل كويس على المرمى، والاهلي كان فايق ونازل وعايد. اللي حصل بقى زي يعني ما قلنا، يعني طبعا علشان بس كابتن نصر معلش احنا بنتكلم نقاش مفتوح، يعني كابتن نصر برضو يدخل معانا فنيا بقى مش لازم تحكمي، احنا قلنا يعني ان الحكام خلاص بياخدوا محاضرات طبعا فنيه. الكابتن حسام بدري فنيا، انا عايز اقول لحضرتك ان ميدو فنيا يعني هو عندنا عيب في 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 الفرق المصريه بشكل عام، حته المسك يعني بتحس ان هنا في لحظه كابتن الناس كلها بتهرب من بعض. يعني بص تلاقي مثلا اربعه مش ممسوكين او ثلاثه مش ممسكين. يعني انت حضرتك امبارح تلاحظ الهدف اللي جه، الهدف الاول، الهدف الاول، الهدف اللي هو الاول الترجي اللي هو كروس معمول بالظبط كده. فين الناس اللي ماسكه كابتن؟ فين الناس اللي هي انت ماسكك مان تو مان؟ ديت مهمه جدا جدا. شفت الحته دي كتير جدا، كتير بتبقى عارف جزء ما هو الاهداف هتدخل تقول له هتدخل اخطاء بالظبط، لكن هي الهدف فعلا عارف الكره اتردت ولمست في حد وعارف برجلجو. لكن انا معاك، انت بتتكلم فيها كتير، انت بتتكلم فيها لما مثلا عندي مثلا خمسه مدافعين يا كابتن، بيبقى مثلا ثلاثه على خمسه، لا دي مشكله يا كابتن، لما يكون في ثلاثه مثلا مهاجمين على خمسه وبعدين ما حدش يمسك، لا دي مشكله. او معاك لما يكون اربعه على اثنين، اربعه على ثلاثه، بس هي ثانيه دي هي الثانيه اللي بتفرق. دي عندنا عيب في الفرق المصريه كلها. الفاول الاول بتاع فتحي يا كابتن ناصر، الفاول الاول امبارح شفته فاكره؟ يعني بالنسبه للاخطاء اللي انا شفتها يعني ده بالنسبه لي مش مركزش فيه قوي، يعني لعبوا على الارض فاول اوت، الحكم حسبه فاول اوت. كان بركبته، ركبته لمسه الارض فبيلعبها بسرعه، بيحاول يلعبها بسرعه، كانت ركبته على الارض ما وقفش. لا ما خدش بالي منه، حسبها فاول. يعني هو لو ركبته على الارض تبقى فاول اوت، لازم يبقى واقف بس كابتن احنا بنقول الشوط رمي التماس ان اللاعب اما قدم او قدمين على خط التماس او يعني واحده من الثابته، اول كره طبعا من خلف ال يعني لو انا بلعب اوت وركبتي كانت على الارض، يعني انا قايم واقع وقايم بقوم، ما احنا قلنا ركبتيني على الارض مثلا رمي التماس لابد ان يكون في قدم او قدمين موجوده على يعني بتبقى موجوده الركب ثابته. هو احمد كان واقع بسرعه راح ماسك الكوره، لا ما ينفعش، لا طبعا ما ينفعش، لا خالص. كنت عايز تقول ايه؟ يعني كنت بتكلم سريعا على الترجي اللي كان نازل بالشكل ده وكان نازل خايف من النادي الاهلي، وده ادى الافضليه للنادي الاهلي في البدايه. انا كنت عايز اقول لك حاجه ونسيت فنكمل على ما تفتكر. لا انا فاكر، انا فاكر ان انا كنت عايز اقول لك ان الكابتن حسام بدري طبعا بيختار احسن 11 لعيبه هو شايفهم او احسن 10 لعيبه بخلاف حارس المرمى، فاعتقد ان لو كان وليد سليمان بدا المباراه من الاول كان هيفرق كتير قوي. بس طبعا الكلام ده احنا بنقوله في الكلام ده في علم الغيب يا جماعه، احنا بنتكلم بعد ما بنشوف، احنا بعد الماتش ما تلعب الله يكون في عونه او اي مدير فني بيختار قبل ما بيشوف. لكن يعني وليد سليمان اقوى شخصيه بين لاعبي النادي الاهلي حاليا، اقوى شخصيه بتظهر في المباريات الكبيره، كل مباراه كبيره بيشارك فيها وليد سليمان بيكون هو ابرز لاعب الاهلي، بيكون عنده دايما كلمه الحسم، لان هو عنده اوريدي خبرات، هو ربنا خلقه بيعرف يتعامل مع المباريات الكبيره. بنتكلم، بقول لك احنا بقى بنتكلم بعد ما بنشوف. طبعا. وفي التشكيل ده برضو يعني بالتشكيل ده احنا الشوط الاول يخلص ثلاثه. خلي بالك يا كابتن انت بتتكلم في حاجه مهمه جدا. طب ما هو نفس احنا يعني الشوط الاولاني طبعا فرق النادي اللي عمل ماتش كبير جدا جدا، وزي ما كابتن ميدو قال يعني احنا بنحسبها بالنتيجه بعد المباراه. طب ما انا زي ما كابتن ميدو كان ممكن النادي يكسب ثلاثه الشوط الاولاني بالظبط، ويبقى احنا كلنا هنطلع نقول ايه؟ هنقول ايه؟ هنقول ان التشكيل دوت هو كان افضل تشكيل، الراجل ده عنده دماغه كويسه وبيفكر كويس و انما انا بقول وليد طبعا وليد عنده حلول يا كابتن ميدو، عنده الحلول. يعني تبقى الدنيا مقفوله عنده ازاي ممكن يروح عدو ده واحد عنده قلب عنده بيجازف يعني لعيب كده زي ما انت عارف كده زي ما انت كنت مهاجم كده وبتروح هو لازم لازم تعمل كده. في احيانا يا كابتن لما تلاقي الدنيا مقفوله محتاج اللعيب اللي هو عنده حلول يقدر يفك لك الضغط. يعني مثلا ما هو امبارح جم فتره بردك النادي الترجي قفل شويه والنادي الاهلي بقى بص يضغط وترد ويضغط وترد، هنا محتاجين حد يقدر يمسك الكوره يا كابتن ميدو ويخش يعمل دريبل هناك في ركله الجزاء، يروح يعمل فاولات على حدود منطقه الجزاء. مهم جدا، ما انت لازم تعمل لو انت الدنيا مقفولة
له النهارده هحل ازاي؟ يبقى انا عندي لاعب عنده الحلول اللي هو ايه؟ يجيب لي مثلا اخطاء على حدود منطقه الجزاء، فاولات ممكن يعني استغلها في ان انا اجيب هدف، ممكن يخش من داخل منطقه الجزاء يديني ركله جزاء زي ما حصل مع وليد ازارو. فلابد في الماتشات دي بيبقى عندي لاعب يديك الحل، خاصه لما يبقى الفريق عامل الديفنس بتاعه بشكل منظم. بالظبط، مش هقطعك بقى. لا يعني خلينا نكمل سيناريو المباراه كان ماشي ازاي. الاهلي بعد اضاعه الفرص وبدا بقى الضغط يعمل شويه اتجاهات شويه لعبد الله السعيد، فبدا بقى خط وسط الترجي يظهر، بداوا يرجعوا للمباراه في الشوط الاولاني، بداوا يمسكوا كوره في وسط الملعب، بداوا خلاص هم ثبتوا اقدامهم، عرفوا يعني ان بدات الدنيا تمشي معاهم بشكل جيد، احرزوا هدف التعادل. طبعا هدف التعادل عمل شويه ارباك بعد كده للنادي الاهلي، لكن وانتهى الشوط الاولاني بالشكل ده. الشوط الثاني طبعا خطا لشريف اكرامي يعني عكس سير المباراه تماما. نادي الاهلي الحقيقه كان نازل الشوط الثاني بشكل جيد وكان مركز كويس ان هو يحسم يجيب المباراه هدف. عايز يجيب هدف وكان اقرب ان هو يجيب هدف واكثر من هدف، لكن طبعا الخطا من شريف اكرامي، كل اللعيبه الكبار بيخطئوا وما نقدرش، لكن هو طبعا خطا اتمنى ان شريف اكرامي ياخد باله منه، ولان هو مش خطا فني، هو خطا غياب تركيز بشكل كبير. كرة سهلة جدا، كرة جاية له في ايديه، يعني يقدر بسهولة جدا يمسكها، لو حتى مش عايز يمسكها كان يقدر يلعبها بالبوكس يطلعها، لكن هو غياب تركيز وسرحان. ف يعني خلاص انت بعد ما كنت عايز تتقدم. انا حسيت ان في عفريت والله. كانت غريبة جدا. والله بس خلي بالك يا كابتن وليد، اقول لك على حاجة، يحسب النادي الاهلي ولاعيبته حاجة مهمة جدا، خلي بالك انت بعد الهدف ما جاب فيك اي فرقة لو مش متمسك كابتن، مش متماسك كابتن ميدو، خلي بالك النادي الاهلي، لا النادي الاهلي، النادي الاهلي يمكن انا حكمت له كمان، مش مجامله ليه، النادي الاهلي لحد الدقيقه 90 بيلعب، يعني انا في ماتشات كابتن ميدو حكمتها النادي الاهلي وانا حكم وعارف ان النادي الاهلي عنده قدره تركيز في المباراه، ممكن كان بيجيب في اجوال في دقيقه 92 93 ما عندوش مشكله. انما كل لعيبه النادي الاهلي امبارح كابتن، امبارح بعد الهدف ما جه وابتدت تتماسك الفرقه دي، لان اي فرقه كانت وقعت نفسيا حتى انت بتتكلم على ملعبك وعاوز تكسب وبتبص تلاقي بتتفاجئ بجول، كل ان هو يرتب نفسه تاني ويبتدي يهاجم ويقف، لا 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 دي حاجه كويسه جدا. طبعا تحسب للعيبه وتحسب للجهاز الفني، يعني ازاي اول من نازل تاني من فتره طبعا. كان اي فرقه المفروض كانت وقعت وخلاص الماتش كان خلص. شخصيه وليد، حتى وليد ازارو يا جماعه اللي في ناس كتير بتنتقده، يعني انا مش عايز اتكلم عليه عشان ما تقولوش ان انا يعني متحيز له شويه، لكن هو روح مش طبيعيه، تحس ان هو بيلعب في نادي معجون في نادي الاهلي، بيعمل كل حاجه، مش موفق، لكن الراجل جاب ضربه جزاء وجاب هدف وعمل هدف للحكم، يعني كان او كان هيعمل هدف اللي هو ناحيه الدقيقه 80 بتسلل وضربه جزاء ثانيه لوليد ازارو دي. بالظبط ضربه جزاء كابتن ناصر، هقول لك حاجه، اولا طبعا كان التصوير كان مش حلو امبارح، ولكن خليني اقول لك على حاجه، لو انا النهارده بحكم الحكم ساعتها كان في نص الملعب بعيد، انت معايا؟ ما هو دي احنا قلنا قراءه الحكم بقى، للاسف الشديد ساعه الحدث اللي حصل كابتن ميدو كان وليد ازارو على حدود منطقه الجزاء، بصيت على الحكم، الحكم كان يا دوبك على دايره النص، يبقى صعب انك تاخد قرار. هو ما ادانيش قناعه، يعني انا ما ادانيش قناعات، انا واللان بان طبعا في صعب طبعا يدي اللعبه دي مستخبيه، يعني في مدافع من هنا ومدافع من هنا والمهاجم في النص. خلي بالك اقرب، حتى لو انت حسبت كان في مشكله، هل هي داخل منطقه الجزاء ولا هي خارج منطقه الجزاء؟ انما انا شايف في دفع، لا في دفع من المدافع اللي هو بتاع الترجي في اللعبه. تمام، عايز تقول ايه؟ يعني زي ما قلنا شخصيه النادي الاهلي وكابتن ناصر كان بيتكلم هي اللي رجعته المباراه، بس انت المشكله ان انت بعد ما كنت بتسعى ان انت تتقدم وتخرج بنتيجه فايز 2-1 او 3-1 بقيت خلاص بتعمل مجهود علشان تتعادل. تغييرات كابتن حسام البدري رجعت تاني التوازن مع الانهيار البدني لفريق الترجي، رجعت تاني التوازن للنادي الاهلي. وجود صالح جمعه طبعا كان مهم جدا، لاعب زي ما اتكلمنا عنه، يعني مش هنزود انه بيعرف يعمل حته الربط وبيعرف بتمريراته وشايف ملعب بشكل كويس. وليد سليمان عمل دور، عماد متعب طبعا يعني ما راحتلوش الكور بشكل ما لحقش يقدم شيء، لكن التغييرات كان ساعدت النادي، والنتيجه كان ممكن النادي الاهلي يكسب 3-2 وكان ممكن يكسب 4-2، لكن لسه خلاص يعني هنعتبر ان دي مباراه وانتهت طبعا. وهي خلاص هي كانه نهائي، يعني كان النادي الاهلي بيخوض نهائي بطوله على ملعب قدام فريق، انسى خالص مباراه الذهاب بنتيجتها. ياما حصل الموقف ده، ياما حصل افتكروا ابو تريكه، افتكروا وليد سليمان وجده، يعني افتكروا ان شاء الله، يعني هنتفائل دايما بالخير ان شاء الله، هنجده باذن الله. كابتن ناصر، يعني برضو سؤال في التحكيم، بصفتك طبعا محاضر كبير، يعني التحكيم في بدايه الدوري مش مبشر قوي، تفتكر ليه؟
زي ما كان الكابتن عصام كان عمل معاه مداخله قبل ما الموسم السابق ينتهي وقال لا احنا ان شاء الله التحكيم هتشوفوه بشكل كويس قوي تمام. لكن يعني تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. طبعا بص يا كابتن، هم لجنه الحكام ولجنه التطوير اشتغلت يعني مش عايز اقول لك لا اشتغلت على مدار شهرين قبل بدايه الموسم، اشتغلوا على كل المحاور سواء فنيا بدنيا اشتغلوا في حاله الفيديو في الكلاس عملوا كل حاجه. خلي بالك توفيق وعدم توفيق وده موجود يعني ده موجود. امبارح انت بتتكلم على يود ازارو هدي الدنيا امبارح بس لسه مش واخده بالها بالزبط. الراجل ده امبارح جري تقريبا انا ساب عليا هدي الدنيا فعلا يا كابتن. لا لا يعني عندنا مشكله كابتن وليد لما بنبص للاعب المهاجم ان هو بيروح تجيب اللعبه ولا لا، ده الراجل ده خد اتحرك بيتحرك في كل الملعب يعني بياخد اماكن انت ما بتشوفوش انت ما بتشوفوش اللي بيشوف الملعب. امبارح كان جاب ضربه جزاء وحرز هدف وعمل 10 كيلو امبارح في الملعب بصراحه. عم عاوز اقول ايه انما ما كانش فيه توفيق امبارح رغم ان هو في ركله جزاء حصل عليها ولكن كبخت ما كانش مبخوت يعني لو نتكلم النهارده على ازارو امبارح اقل حاجه 3 جوان امبارح بالظبط. الكره اللي دماغه دي هم اشتغلوا تحكيم كويس قوي لكن خليني اقول لك التوفيق وعدم التوفيق. انا بتكلم في حاجه بس مهمه اللي كابتن عصام بقول له اشتغلت يا عصام كويس قوي وعملت كل اللي عليك بالاداه التحكيمي ينقص حاجه واحده بس زي ما قلت الكابتن انت عارف الكوتش اللي بيكاتشن وبيبقى ليه عين بينزل الفرقه الملعب بيختار ال11 وبعدين ازاي يغير امتى التوقيت امتى احط مثلا انزل وليد يلعب امتى وامتى اخرجه امتى ميدو ينزل الكلام ده مهم جدا. فاحنا بنتكلم على اختيارات مهمه جدا جدا. احنا بنقول كان يجب انت عامل شغل كويس قوي قوي واحنا في بدايه اسبوع كابتن وليد يعني عاوزين ندي مردود للناس كلها ان التحكيم ما شاء الله يعني ليه مردود كويس وبالتالي المفروض انا بلعب باحسن الناس عندي بالظبط يعني بلعب باحسن الناس اصل احنا انا عاوز ادي مردود للتحكيم كويس. يبقى كان يجب اولا الحكم احمد حمدي مش وحش يعني انما هي خبراته كابتن وليد خبراته هو كان وحش في حاجه هو كان وحش في حاجه عشان انا ما بحبش يعني عمري ما هاجي على انسان من غير ما ياخد. هو كان وحش ان هو اتعنت يعني انا غلطت مره واتنين مش لازم بقى ان انا هقول لك يا ميدو يعني لا مش تعاني هقول لك يمكن انا الماتش حللته ولا مبهرج يعني انت عارف احنا بندي كل واحد حقه هنا قناه محترمه وناس محترمين. هو احمد ما تعنتش يعني هو لو انت حللت المباراه لو في اللقطات عندنا اولا لو انت جبت اللعبه بتاع عبد الله السعيد هو بعيد هو بعيد احنا قلنا شوف كده طول ما الحكم بعيد وما عندوش زاويه رؤيه واضحه يشوف بيها الحدث صعب ان هو ياخد قرار. تمام عبد الله السعيد راح من الطرف ناحيه الشمال في الناحيه العكسيه نفس الشيء وهنا المهاجم ضد الحارس وبعدين الحكم بعيد مثلا بعد نص الملعب مثلا بخمس ست طب يا كابتن دي واحده دي ده احنا بنقول ده انا مش بقول مش بغفل ولكن هنا هو اهمل هو اهمل يا كابتن اهمل هو الحكم اهمل في ان هو التواجد في يعني المكان دي بقى الحاجات اللي ممكن نزعها زي ما قلت لحضرتك هنا بنتكلم فيه بس هو كان قريب لعبه مهمه جدا يعني كان قريب من الكوره لا 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 لو انت جبت كابتن لحظه اللعبه اولا هو بس لو انت جبت اللعبه اللايف من الاول خالص لحظه الكره ما اتعملت لا مش بس هقف سبوت بس هنا ماشي ماشي هو فين يا كابتن بقى ماشي ما هو بدا يلعب برضه يا كابتن كويس ماشي تمام عقبال ما ابتدت يعني هو كده متهيألي مسافته كويسه بعيد يا كابتن ليه بص يا كابتن ميدو انا النهارده مطلوب مني النهارده الحكم ده هيعمل ايه؟ سرعه ارتداد اقصى سرعه ويروح ناحيه الشمال هناك الناحيه العكسيه هناك بدا يعمل سبرنت هو دخل من جوه لو انت هتشوف هو دخل من جوه احنا بنقول للحكم هنا دايما ايه؟ بص خلاص بقى يا كابتن فين الحكم؟ فين هنا بقى الحكم دي ما احنا قاطعين هنا بس هنا بص يا كابتن هنا فين الحكم بص عبد الله السعيد بقى هو اهو هو دخل بقى منين يا كابتن بص هو دخل من القلب هنا بالقلب. غلط بجد ليه بقى المفروض يدخل منين الناحيه العكسيه قلت لك بقى ان هو بيروح لازم يروح عند الكوره من الناحيه العكسيه ناحيه الشمال قوي يقدر يشوف في رجل في ايد في كانت كابتن وليد وهنا كان المفروض ياخد القرار هنا طبعا ركله جزاء واضحه جدا طيب هو هنقول ان دي ما شافهاش ادي واحده ادي واحده تمام نيجي للعبه اللي هي طب ضربه جزاء الاهلي الضربة جزاء اتحسبت على الاهلي بالظبط هنا هنا هنا, هنا انا بعيب على الحكم لسه كتير احنا لسه انا بعيب على الحكم كابتن ميدو لان هو برضك هو معذور اولا من الزاويه ديت هنا في زاويه هنا هجيب العاده الثانيه بس يعني دي واضحه بالنسبه له جدا لا هنا هنا ما انا هقول بس بالنسبه لنا احنا عشان نحلل اللعبه هنشوف الكره جت فين ماشي هو هنا الكره زاويه ثانيه يا جماعه الكره المستخبيه اللي هي العاده الثانيه هي هتجيب العاده الثانيه انا بصراحه ما شفتهاش في ايد لا لا هتشوف هي ما جاتش في الايد هي جت فين الاول في ظهره في هنا في الجزع في الجزع في الجزع في الدلع هنا وبعدين جت في الايد دي بنقول ايه بنقول يا كابتن ميدو في حاجه اسمها الكره الغير متوقعه ايوه يا كابتن هنا تمام ماشي مشوا بس هنا بقى بص يا كابتن هي فين جت في الدلع جت في ايده فين إيه لا 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 جت في ايد فين جت طيب فين؟ في الايد الشمال ونزلت نزلت وقفت مكانها لو انت جبت كده يا جماعه سريعة ماشي ارجعوا ارجعوا لو جت الكره سريعه لايف هتلاقي الكره وقفت يا كابتن ميدو في ايده يعني الشمال في ايده الشمال يعني هي جت في الدلع هنا وجت في الايد الشمال ووقفت نزلت مكانها تمام انا هقف هنا بس في اللعبه ديت هقف ستوب
هو احمد حمدي جاي عمود على اللعبه دي يا كابتن. هو عمودي هو شاف الكره؟ لا ما شافهاش، استحاله يشوفها عشان ظهر، لان الكره هنا مستخبيه بالظبط. هو خد الشكل، واحنا دايما يا كابتن وليد بنقول ايه؟ اوعى يا حكم تاخد بالشكل اللي يعني. طب بص، هو بص يا كابتن، بص دي يا كابتن، بص مشوا كده، مشوا 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 مشوا، احنا قلنا هي جت في بص الضلع، مشوا كمان، ماشي مشوا كمان، مشوا مشوا مشوا، بص نزلت بقى سقطت. انا متهيألي ما جاتش في ايد، لا دي مشيت، لا خالص. ما هو طب مشوا، هاتها سريع كده، هاتها سريع، هاتها سريع، هاتها سريع، هاتها سريع كده من اول خالص اللقطه الاولانيه. يعني هي لو جت في ظهره كده برضو، بس كابتن في حاجه مش بدافع عنه والله، غير متوقع فعلا الكره جت في ايده ولا لا. رجعوها يا جماعه ومشوها. لو انت جبتها سريع هتلاقي الايه، الكره المفروض هي، بص كابتن، مشوها 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 عادي، مشوها عادي من غير العاده. بص كابتن، الكره نزلت فين؟ تمام، نزلت فين بعديه بيردتين. اوكي تمام ماشي. بنقول ايه بقى؟ بنقول ايه هنا كابتن؟ بنقول ايه؟ انا كحكم ما اخش بشكل اللعبه. هو حس ان ان عمرو سوليه رفع ايديه وعمل بلوك للكره، وبالتالي هو خد الشكل. ماشي، من فضلك بص، هو جاي عمودي، هو برضك اهو عمودي. تمام. هنا كان الحكم مساعد ليه دور؟ اه ليه دور الحكم مساعد هناك كابتن. طبعا هناك ليه دور، ليه دور ولا مش دور؟ لان قمر فتح الزاويه عنده هناك، هو كان واضح جدا ان هو كان ممكن يشوف كابتن وليد. هو جريلو على ما هو جريلو، هو برضه بعد ما صفر، مش مركز. ما هو ممكن بس كده. ما هو انا النهارده هو صفر، خد القرار، خد القرار، خد القرار خلاص. الحكم المساعد هنا برضك معذور، راح جاي معاه. انا بقول هنا طبعا ركله جزاء غير موجوده. ليه؟ لان الكره لما بتيجي في الجسم وبتيجي في ايد كابتن وليد، هنا في حاجه اسمها الان انسبكتد بول، ان هي الكره الغير متوقعه نتيجه المسافه. انا صعب ان هي كنت تيجي كره في جنبي وانا اشيل ايدي، يعني ايه بتبقى المسافه ما بين الجسم وبين ايد صعبه. فهنا يستمر اللعب، هنا كان المفروض يستمر اللعب في هذه اللعبه. وبالتالي بنقول لما انت حسبت ديت خلاص بقى ده تقديرك وده معيارك. طب ما في لعبه ثانيه جت على لعب الطلائع وشايفها هو، يبقى انا النهارده المعيار المفروض يكون عندي ايه؟ واحد بالظبط كده. فهو حسب ديت وما حسبش الثانيه دي. كان بالنسبه لي ركلات الجزاء. في لعبه بتاعت احمد الشيخ بالظبط، اللي هي دي ما فيش فيها هزار بالظبط. يعني اولا احمد الشيخ اللي نجح في لعب الكوره، الراجل جاي من وراء ولا باصص ولا لعب الكوره ولا حاجه خالص، وداخل في الدفع وفي الراس، مخالفة واضحة جدا 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 يا كابتن ميدو. ايوه هنا بص، هنا لسه، هنا هتيجي هنا خلاص. الراجل جاي من بره، بص ما عندوش اي فرصة ان هو يلعب الكرة خالص. يعني الراجل اللي هو بتاع الطلائع عنده اهمال غريب جدا. هنا اهو طبعا اللي نجح في لعب الكرة هنا كابتن ميدو احمد الشيخ بالظبط كده. يبقى انا النهارده كلاعب نجحت، وانت دخلت عليا بالدفع بالاهمال ده كله، كان المفروض يحتسب ركله جزاء. طب ليه بقى وركله الجزاء زي ما قلت لك احيانا بتختلط الامور ازاي؟ مين اللي لعب؟ ما هو بردك في الملعب كابتن، خلي بالك كابتن ميدو بتبقى صعبه كابتن وليد. طب مين اللي نجح؟ هل المدافع اللي نجح في لعب الكره؟ هنا عندنا باينه، هنا باينه لا باينه الكره هتطلع ازاي؟ انما الملعب لعيب الجيش اكيد مش هيطلع الكره. بص كابتن ميدو انا هقول لك، الحكم شوف احيانا يفقد التركيز في الملعب نتيجه الضغوط. ممكن انت ما كنت بتلعب احيانا المجهود الكبير يخليك تفقد تركيزك. فهنا هو بقى احيانا بيبقى ما بين البنين، مين اللي لعب؟ هل المدافع؟ هل المهاجم اللي لعب؟ السؤال بقى كابتن، هنعتبر ان المدافع اللي لعب الكوره هل ده يعطي له الحق انه يدفع المهاجم؟ لا خالص. يعني نعتبر ان المدافع وفي المدافع عمره ما يلعب الكوره بالطريقه، هنعتبر ان هو لعب الكوره. انا بتكلم في رؤيه الحكم في الملعب كابتن. انا النهارده انا الحكم، يعني انا بتكلم عن احمد حمزي. هو في المباراه زي ما قلت لك، احيانا في العاب انك انت كحكم ما تبقاش عارف هل اللاعب نجح في الاول في لعب الكره وبعدين حصل الدفع، ولا دفع ولعب. انما لا، عاوز اقول حاجه مهمه، هو انا النهارده اللاعب يدفع ويلعب وتيجي تقول لي ما فيش مخالفه؟ ده مبدا لازم، لا خالص، يبقى في مخالفه. هو انا عشان لعبت الكوره لا خالص، وده مفهوم خاطئ عند البعض يا كابتن وليد. لا لابد النهارده عشان انا العب اللعب لازم العب الاول الكره خالص تماما، بيحصل احتكاك بعد كده اللي هو الاحتكاك الطبيعي مش بدون اهمال. انما طبعا في الحاله طبعا الدفع موجود وكان رجل الجزاء موجود، ولكن طبعا هو ما كانش متوفق لحد كبير في المباراه. زي ما قلت لك احنا النهارده بنختار الحكم كابتن، يعني بتختار انت تديله. عندي لعيب مثلا كويس ولعيب جامد جدا جدا، انت تديله في الماتش النادي الاهلي مثلا كسبان 2-3 وانزله ربع ساعه ثلث ساعه، الكلام ده مهم جدا. انما انا بقول بدايه ماتشات واجهه ليك بالظبط كده، انت النهارده اول اسبوع وعاوز تدي مردود للتحكيم ان هو بدايه قويه. واحنا عندنا بس ما شاء الله النهارده الفرقه صرفت كتير وتعبت كتير، لا يعني برضك احنا لازم نخاف على المسابقه بتاعتنا. وده خلي بالك دي مشكله الاختيارات، مش بس يعني في مصر، لا في كل الاماكن الاختيارات بتبقى لها مشكله.
وزي ما قلت حضرتك اديت في المثال في البدايه في البطوله العربيه، البطوله العربيه كل اختيارات الحكام بتاعتها كانت للاسف الشديد طبعا ما كانتش موفقه. اكيد عايز تقول حاجه؟ يعني ما هو نفس الكلام اللي قلناه على الاتحاد الافريقي برضه بنتكلم على لجنه الحكام. انت النهارده زي ما كابتن ناصر قال دي بدايه موسم وهو ده الانطباع، الانطباعات الاولى تدوم. يعني الانطباع الاول دايما هو اللي بيرسخ في ذهن المشاهد ويرسخ في ذهن الصحفي ويرسخ في ذهن المتابع. اذا انت بدات الموسم بشكل جيد خلاص الناس بعد كده يعني تبقى اخطاء ممكن خطا يعدي والناس هتعتبر ان هو يعني كبوه، لكن ان انت تبدا الموسم في ماتش كبير زي مباراه الاهلي والجيش بهذا الكم من الاخطاء التحكيميه خلاص هو الانطباع السائد ان هيبقى في مشاكل تحكيميه السنه دي، وللاسف لجنه الحكام هيبقى عليها يعني على عاتقها مجهود كبير جدا عشان تغير الصوره اللي خلاص اترسمت اوريدي عند المشاهدين. تمام، يعني اخر سؤال هساله لك كابتن ناصر، ايه الفرق ان انا اعاقب؟ يعني خلينا نتكلم في حاجه عمليه، كابتن سيد عبد الحفيظ لما طلع يتكلم عوقب ب 20,000 جنيه. بالظبط. في حين ان الناس بتطلع كتير تتكلم والناس بتطلع تشتم ساعات وما بتعاقبوش. ايه المقياس؟ ايه المعيار؟ شوف يا كابتن، اولا بالنسبه للعقوبات المدربين واللاعبين نمره واحد، في تقرير حكم، ادي واحد. في تقرير مراقب المسابقات، ادي اثنين، في تقرير مراقب الحكام، ادي ثلاثه. في احيانا بياخدوا دي حاجه اسمها الكومبيتيشن رولز اللي هي ايه؟ قواعد المسابقه. تمام. هل قواعد المسابقه النهارده بتاخد من الفيديو ولا بتاخد من ده ولا بتاخد من ده ولا بتاخد من ده؟ ويبقى هنا النهارده بنتكلم في تقرير، انت النهارده بتجتمع عشان تاخد قرار في واقع حدثت للاعب او المدرب او اعتراض او 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 بتاخد هو فيه خد بالفيديو خد بالفيديو ان لا سيد طلع اعترض على الحكم، مفيش مشكله. يبقى هل ده موجود في الكومبيتيشن اللي هي المسابقه؟ افترض ان هو موجود يا كابتن، افترض ان هو موجود وديت عقوبه ال 20,000، يبقى انا النهارده بنتكلم في القواعد المسابقه، يبقى تمشي على الكل. بالظبط، ما ده اللي انا بتكلم فيه. خد حياتك، يبقى انا النهارده لو انا خدت بالفيديو يعني احيانا في حاجات الحكم ما يشوفهاش وفي حاجات الحكم ما بيسمعهاش وفي حاجات المسابقات احنا بس كتلفزيون بنشوفها. يبقى انا النهارده يبقى دوت طالما كابتن وليد انا خدت بكده يبقى انا ببتدي اشتغل على الكلام دوت في كل المباريات اللي جايه يا رب. انا بس اتمنى كابتن ناصر شرفتني ونورتني، الوقت خلص معاك بسرعه جدا. الله يخليك يا كابتن ميدو، وبشكرك وبشكر طبعا كل الساده الموجودين في العمل، وان شاء الله تمنيات باذن الله الماتش الترجي النادي الاهلي. بقول قادر ولا بقول مش لا، ده احنا مصر كلها المفروض تقف جنب النادي الاهلي النهارده، ولعيبه رجاله ويمن طلعت بره وعملت ماتشات كويسه جدا. اتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الترجي القادمه باذن الله. ربنا يخليك ان شاء الله، ودايما هتنورنا وتشرفنا. الله يخليك ان شاء الله حبيبي. انت معانا لسه يعني لسه ايام، احنا ايامنا جايه لسه. طبعا بنسعد دايما بالتواجد في قناه النادي الاهلي، والنادي الاهلي يقدر يكسب في تونس، يقدر يحقق نتيجه ايجابيه، شويه بس تركيز من اللاعبين، شويه توفيق طبعا، توفيق ربنا اكيد. ازاي يرجع وازاي ندعمه وازاي نوفره، ولازم الجماهير تقف ورا فريقها. الانتقادات طبعا طبعا، لكن انت عارف السوشيال ميديا احيانا بيكون زي ما ليه دور ايجابي ليه دور سلبي، لازم الناس تقف ورا فريقها لحد ما يتجاوز هذه اللحظه. معلش الجمهور، يعني انا بشكركم في الاول يعني، وان شاء الله نلتقي قريبا جدا. الجمهور يا جماعه زي ما بيرفعنا لفوق قوي، معلش لما ينتقدنا ومعلش لما يشتمنا كمان يصب غضبه فينا معلش، لكن جمهور النادي الاهلي عمره ما بيسيب فرقته. هنطلع فاصل عشان نستقبل نجم مصر ونجم النادي الاهلي الكابتن الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، فاصل ونواصل مع حضراتكم.